احنا والاتوال عاملين هذوما سي اس اس عملوا كي باهي واحد ما الحمد لله التيت خويا لاسبيرونس برجالها ما نضيعوش تيتروات نعرفوا كي نحطوا اوبجيكتيف قلت ربي وبالخدمه نوصلوا له الحمد لله انا وصلنا له المقابله الفينال نتاع الكوب ظهر لي ما كانتش صعيبه بارابور لماتشات نتاع الشامبيونا علاش شنو اللي عمل الفارق والله اي صحيح كي تجي تشوف كي باش تعمل كومباريزون بيناتهم بارتي الكوب بارتي اخرى معناها بون احنا حضرنا ماتشونا كما يلزم قرينا الادفيرسير خاطر بون تشوف لعبنا ثلاثه ماتشات تاع فينال الي وروتور ولابيل في الشامبيونا لعبه تروح باهين معناها دي 5 سيت ولعبه كاسحه كما نقولوا مي في الكوب تعرف كيما نقولوا ما فماش ما لازمكش تغلط ماتش برك دونك الناس الكل باش تحط لي فما كيما نقولوا احنا حطينا اوبجيكتيف لازمنا نوصلوا له دخلنا السيت الاولى الحقيقه فرضنا معنا ريتم دو جو نتاعنا عرفنا قرينا السي اس اس مليح مليح ربحنا السيت الاولى ماك تعرف الفولي خاطر السيت الاولى هي الكلي نتاع الماتش هما تحسهم كلي مونتالمون يعني ما نعرفش بتتر ديفيت نتاع الشامبيونان اثرت عليهم ياسر مي احنا هذيك تولي بوان فور لينا نحنا دونك نزلنا عليهم ما خلينا لهمش حتى شانس معناها كي نرجع في اللعبه ولا قللنا في الاغلاط ما فماش دي فوت ديريكت وبدش خسرناهم والحمد لله اوبجيكتيف وصلنا له شنو اللي عمل الفارق بينكم وبين سي اس اس؟ الفولونتي معناها فولونتي خاطر سي اس اس ما عندهمش فولونتي لا مش ما عندهمش لا لا اكيد هو كانت اقوى لا هو جاي اكيد بيان سور يحب يربح معناها فهمتني اما احنا كنا حاضرين اكثر جرينتا اكثر هاك شفت معناها حتى كي تشوف كيفاش تعمل كومباريزون بين لي دو زيكيب تحسنا احنا فما هكا عباد موتيفي اكثر عباد تحب تربح فما اجريسيفيتي اكثر معناها احنا في في الجروب نتاعنا اكثر منهم هما حتى الاكسبيرونس ظهر اغلب الملاعبيه مستانسين بالنهائيات حتى اللي ما كانوش في التراجيك حتى لما جاوا من ليتوال مثلا نقا مثلا ظهر لي اضافه كبيره للفريق اي اكيد نقا اضافه كبيره بيان سور حمزه نقا جوار انترناسيونال احمد القاضي زاد كيف كيف اليوم صح ما قصروش السنين عطاو البلوس بالكدا بالكدا نستناو منهم خير بيان سور لازمهم يزيدوا يعطيو اما حتى السي اس اس برك الله معناها مستانسين فيهم كان فيهم كيما الياس كيما بون شكري ماهوش موجود عندهم اسماعيل معلا بانجي انترناسيونال زاد معناها تبارك الله العقربي حكيم شبان بارابور من لعبيه اسبيرونس ولا شبان بارابور ليه عليه بريسك معناتها اقل اقل تجربه ولا والله شو ليه ليه والله تو كي تشوف معناها الاعمار متقاربه فما خليفه اسماعيل معلا يمكن هذا انا قلت لكم معلا اوكي فما عندهم بانجي فما حكيم تبارك الله اكسبيريمونتي عقربي زاد لاعب تا ورقي انا عندهم جوارات الاكسبيريونس موجوده بقى هاني قلت لك راهو الماتش هو هذوما راهو تعمل ديفيونس هي الفولونتي تحب تربح ما فماش معناها داخل باش تربح الاستمراريه نتاع 4 سنين هي من ظهر لي الاداره رغم الفريق قاعد يتوج كل عام بالدوبلي لكن كل عام فما تعزيزات فما لاعبيه جدد فما اضافه كبيره للفريق اي بيان سور ما خاطر راهو كل عام كي بيسيز شامبيونا انت خاطر راهو في الاسبيرونس لي زوبجيكتيف راهو مش الربح معناها فك في وما هذيك حاجه بطبيعتها باش تربح تروح من الاول في الاوبجيكتيف لي تيتر احنا دوما نرجع ديجا كي تشوف احنا ديجا براتيكمون اول جمعيه في تونس ترجع لو بريمي اوت نبداو نترانيو نحن لو بريمي اوت نعملوا سيون لو دو غران ماكس نعملوا ريونيون فيها لي زوبجيكتيف دو ا جوسكا زيد لي زوبجيكتيف ديما دوبلي كل عام لا لي تيتر que soit en fin de championnat ou coupe championnat d'Afrique en fin de bol arabe donc on met tous les objectifs نتاعنا ومن لو دو من لو بريمي او تبدا تخدم عليهم من البريباراسيون سيزون هذي قداش الوقت اللي شكيتوا فيه لكم تنجموا تهزوا اللي تلعبوا عليهم ولا ديما عندكم كونفيونس اللي ماشيين في الطريق صحيح هي الحقيقه الحمد لله يا ربي الكونفيونس موجود كي تشوف خاطر الجروب اللي عندك والكاليتي نتاع لي جوار اللي عندك الحمد لله عندنا جروب معناها اي ما حتى السي اس اس حاضره كانت فماش وقت خفتوا فيه نضيعوا تيتر زوز فما لا كي تشوف تروح تروح شامبيونان خسرنا في صفاقس دونك رجعنا لهنا تروح الروتور في ربحنا زاد في تروح الروتور في الزواوي الحقيقه بريسيون علينا احنا اكثر خاطر هو ديجا عنده تروح جارانتي مي احنا تروح كوب بالنسبه له عنده الحاجه مضمنها اي فوالا هو ربح لنا مي احنا كان تخسر روتور مش تخسر شامبيونان ضيعتي والمشكله فيش ضيعتي في الزواوي راه طاش معناها تخسر شامبيونان في الزواوي سالتك بلا الجمهور تسلكوها تنجم لا 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 والله لا لا انت تقول بلا جمهور تسلكها لا والله لا احنا قبل الروتور جانا الجمهور للانترينمون معناها تشوف الزواوي معبيه واحد ومن بعد يهبطوا لك العباد من الجمهور واحنا معاكم والدنيا ندزوا معاكم في الربح في الخساره قبل الربح من الحقيقه هاني قلت لك راهو جروب نستانس بالربح
دونك الحمد لله يا ربي هذا ماهو جاي بالساهل. انا راني قلت لك راهم لو بريمي اوت لا بليبار من الجوارات راهم مازالوا يعوموا ومازالوا يصيفوا، واحنا خويا من لو بريمي اوت تبدا الخدمه. صحيح. دونك خاطرك تجي تشوف تقول انا احنا تو بدينا من لو بريمي اوت معناها باش نوصل لعينهم ما نشربش. اوكي ما خلى بلاصتو جمهور الاسبيرونس مستانسين متعودين الصاله معبيه في الزواوي. اكيد الزواوي معبيه راهو امبيونس اخرى راهو بالحق امبيونس اخرى راهو بالحق تبدا الزواوي معبيه صدقني راه الادفيرساي يخاف. تشوف الزواوي معبيه راهو في الربح وفي الخساره باش نبدو فيها راهو ساعات نبداو خاسرين مع 1-0 2-0 وبعد نرجعوا راهو جمهور نو ستوب غنيرة ويدز معاك لاخر دقيقه ملي زف من قبل ما يزفر الاربيتر اللي يزفر الاربيتر فهمتني. شوف صحيح كي تخسر او لازمك تستانس باش تلقى اللي يسبك باش تلقى اللي يقول ملي وكيفاش وهذا عم قصر وهذا قصر، مي هاني قلت لك راهو الماجوريتي احنا خلقنا الفولي احنا خلقنا الفولي واحنا معاكم. وهاني قلت لك الحاجه الافونتاج في جمهور الترجي اللي معاك في الخساره قبل الربح. صحيح. الماتش ضد سي اس اس عنده سادات خاص ما عرفش مثلا ماتش الشامبيونات الثاني شنو الديسكور التحكيم بيناتكم قبل الماتش؟ والله شوف هكا محمد خذ شويه في لي كوليس في الفستير شنو تحكي؟ نحكيو في كل شيء راهو في كل شيء هاني قلت لك خاطر روتور دو ان عندنا في الزواوي راهو ما عرفش باش تقول لي عقليه مش ما نعرفش ما فهمناش هذه تخسر شامبيونات في الزواوي مستحيل معناها باش تخسر شامبيونات في تخسر شامبيونات في في دارك الحقيقه ماهي سهله مع كل احتراماتنا للادفيرسير معناها الكل مي راهو باش تربح في الزواوي ما تسالنيش في هل عملتها هي تو على عام ولا عامين التادي كان مش غلط اي جيت بريد ما كيما نقولوا هكا هما هزوا شامبيونات احنا كوب تقسموا عمل اي هزوا شامبيونات في الزواوي صحيح مره الحقيقه خايبه ياسر. الاداره كان فما توصيات معينه مثلا فما تحفيزات نقول الماتش شويه هذوما ولا نقول لك حاجه من رئيس النادي مثلا باش نقول لك حاجه اقسم بالله والله العظيم بون صحيح جانا سي حمدي ويحيى اما والله العظيم والله والله راهو في الاسبيرونس ما نحكيوش فلوس ما نحكيوش فلوس سورتو كي جينا سي حمدي في الفولي ولا في الفولي ما تحب لا لا في الاسبيرونس انا نحكي بلوس كو فولي معناها اي في الفولي ما نحكيوش فلوس مع سي حمدي جامي دو لافي عندنا مستحق ما تناقشوش البريم لا 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 كل شيء هو مربوط ولا من الاول واضح عندك كونترا مربوط فيه كل شيء وما نحكيوش فلوس في الترجي مع سورتو توها قبل كي جينا سي حمدي يبالكش خاطر انت والجمعيه من اللاعبيه تجي من برا مهم عندها فلوس لا مهم انا جيت من برا في الاسبيرونس انا اصلا سي وسعيد كنت انا سعيدي اما عندك مده في الاسبيرونس عندي مده وجو سوي فيري كي نقول ولد الترجي اما هاني قلت لك والله ما تحكيش فلوس الترجي حقك مضمون جيب التيتر كل شيء يجيك ما اللي عندك في الكونترا الكل تاخذه الحمد لله معناها الحقيقه نتاع ربي حتى هاني قلت لك حتى كي يجي سي حمدي هكا تروح تري زامبورتون وستريس و كوميم فما عباد تحس بستريس معناها ريسبونسابيليتي يقول لك اخسر العب مليح واخسر معناها فهمتني حتى الادفيرسير اقوى منك معناها الميريت باش يربحك اوكي اما ما كيما نقولوا احنا ما يرمدكش صحيح وريه معناها تعبوا انا هي من اصعب ماتش لعبته في الكوب في لي تيتر الحقيقه السنه هي هذايا السنه خاطر في العاده دو ماتش شامبيونان الحمد لله كنا نربحوا عليه وروتور نهزوا معناها السنه مشينا لبال صحيح السنه شامبيونان لعبنا بلاك دي ما فهمتنيش الباركور نتاع الكوب الكل الفينال كان اصعب ماتش اكيد اي بيان سور الحمد لله احنا قلت لك الافونتاج نحن كي نتلموا مع بعضنا جواريت راهو نربطوا الاوبجيكتيف اللي هو التيتر حسبها كما تحسبها اللي هو التيتر اللي بعده الفلوس كل شيء دونك هي شين كامله مع بعضها هذيك هي مصلحتنا مربوطه ببعضنا فماش هذا جوار معناش في اسبيرونس اليوم ما عينيش ولا ليه ليه ما فاهم حتى تجي اوكي هي ساريف سبحان الله عبد عنده مشكله ولا حاجه ما ليه نهزو كي ندخل الفستير نحيا كل لبسه نتاع كيما نقولوا احنا انت جنرال تنحيها تحط نجومك في الفستير وتدخل اي مهما تكون عندك مشاكل لا في التيانا تنحى كل شيء ومن بعد هنا مع بعضنا كل شيء يتفض معناها ليسونسيال لوبجيكتيف واضح هذوما معناتها الاهداف من الاول مرسومين البطوله والكاس انا هاني قلت لك نرجع لو بريمي اوت لو دو اوت ليزوبجيكتيف الكل يتحطوا في الريونيون الهدف ظهر لي توا اوبجيكتيف واحد اخر باش تلعبوا عليه في الايامات الجاي اي في شهر رمضان ان شاء الله شامبيون افريك الساعه باش تلعب هي ولا الساعه مازال مش واضح ظهر لي لا هو فما ظهر لي السويح اللي جات ديجا عاملين في اللايكو محطوطين كونفينمون بعد باش تخلصنا عليه قيادته ديجا
شنو؟ قلت لك هذا اشهاء باش تخلصنا عليه بعد. اي باهي دونك ليه نتصور ليه باش تلعب باش تلعب ديجا حتى كي رئيس الحكومه خرج وتكلم ما فهمتش السبور مش باش يقف. شنو هي حظوظ الترجي فيها؟ كي شامبيونان والكوب بعدين حطيت ساقيك في الترنوا هذه دونك باش تربط بالوبجيكتيف التيتر ان شاء الله. شكون المنافس اللي قاعد له حساب؟ الكل الحقيقه الكل خاطر ما تنجمش تحف في الفولي راهو مش كيما الفوت مش كيما فوت عندك الوقت انا الكوره راهو تنجم تقلب عليك ماتش. اللي هي معناها غلطه تنجم تقول ما فيها حتى شيء تقلب عليك ماتش. هي ما اكيد فما شكون اكثر من شكون. فما ليكيب من ديزيكيب من ليبيا باهين الحقيقه فما اللي من مصر كان باش يجيو باهين دونك حتى في الفان اللي فاز افريكان يعرف فما الاهلي مثلا. انا الحقيقه ما نجمش نقول شكون اللي يخوف شكون خاطر راه كل ماتش ليه معناها جايين ولا الحقيقه بور لو والله ما نعرف مش واضح مازال دونك حتى تو هاك تشوف مره يقولوا اي مره لا كل مره تلقى ارتيكل في فيسبوك موجود زين ما نعرف معناها ما يهمكمش شكون جاي باش تمشي تلعبوا على بيان سور اي انت اللي باش يجي مرحبا به معناها نحترموا ليزيكيب الكل اما اللي يحب يهز يلزم يربح الكل معناها حظوظ ترجي نجموا نهزوا ان شاء الله بقدره ربي بيان سور صحيح في رمضان بون ماهيش سهله شامبيون دافريك اون بليس في شهر رمضان معناها سيام واحد مي كله يهون لاباس اي من 2014 ظهر لي اخر لقب قاضي دخل للترجي علاش بعدتوا على اللقب القاضي؟ والله مش توا مرتين نخسروا في نخسروا العراب شامبيون العراب الحقيقه 2015 2016 خسرتوا دوز نهائيات زاد الحقيقه اسمع في العراب راهو كي تشوف ليسبيرونس تلعب في نيفو ذيك مع ديزيكيب معناها تحط ايكيب معناها عندها خمسه وسته ديزيترونجي ديزانترناسيونو معناها راهو نيفو او نيفو معناها ونلعبوا معاهم بالنيفو ذيك الحقيقه حاجه باهيه على الاخر بون وصلنا للربح مي يعني قلت لك فما دي ديتاي معناها يضيعوا ليك ضيعوا لينا الربح مالوغوزمون اما يعني شنو باش تبدل البطوله هذه باش ما يضيعش الربح؟ لا قلت ربي ما يضيعش الربح لا هاني قلت لك الفولونتي الفولونتي يعني كيما ديما نقول سي اون فو اون بو بقدره ربي معناها ان شاء الله. فما استعدادات خاصه للبطوله؟ اكيد توا سي تعديت فرحه هذا دوبلي ولا شنو احنا نهار الاثنين نرجعوا ترينيو دونك سيكل جديد تاع خدمه. دونك الرهاق نتاع بعد موسم كامل ينجم ياثر شويه؟ لا لا قلت ربي لاباس لا نعرفوا نحن نعرفوا ندوزيو وهاني قلت لك وصلنا سترتناج راهو وجوريت برك الله معناها عندنا ديزانترناسيونال يعرفوا بدنهم شويه. كيف كبير عندكم؟ اي الحمد لله كبير وريش الحمد لله. دونك ماكش قاعد تلعب برشا هذه السنه انت؟ ايه انا صحيح بون اختيارات تبارك الله اللي يلعبوا قايمين بالواجب كيما سليم مباركي وفما احمد القاضي وفما نبيل ميلادي نتعاونوا معناها ما فما حتى مشكل. تقلق شويه من السيتياسيون هذه؟ لا تتقلق شنو تتقلق اخدم خاطر انا قلت لك انا نقول لك في التيران البلايص ما تعطاش فماش دي كادو البلايص تفكوا دونك حاجه باهيه اما هاك اما تشوف انا هنكملوا بعضنا ما كل عبد وعنده كل جور وعنده لي بوان فور لي بوان فيبل دونك نكملوا بعضنا ما فما حتى مشكله معناها نلعب انا يلعب قاضي نبيل سليم اكس ايكغيك ليسونسيال الربح لوبجيكتيف. البوست نتاعك معبيه شويه معبيه شويه كونكونس تبارك الله جوريت خويا دمد موجودين فيه اي باهي باهي انا قلت لك تخلق كونكورونس حتى جاو في لونترينمون يولي صعيب تلعب ضد ما هاني قلت لك جوار مقابلك عنده حاجات دي بوان خير منك فيهم وانت عندك دي بوان اخرين معناها نكملوا بعضنا هاني قلت لك حاجه باهي توا كيما احمد القاضي كيما نتعلم منه ويتعلم مني نتعلموا من بعضنا معناها وعندنا زاد عندنا مهدي بالشيخ وكابي الحقيقه معناها بالحق الاكسبيريونس تمشي على ساقيها كيما صحيح دونك تسمع منهم وتاخذ منهم برشا حاجات خاطر بالحق جوار كيما مهدي بشيخ باجاج كبير على الاخر. تخممش مثلا تبدل الجو بلا سخرة باش تاخذ فيها اكثر طون جو مثلا؟ الحقيقة لا. مرتاح في الاسبيرونس. اي مرتاح على الاخر و وباش تلعب باسمك تخدم وتفك بلاصتك. اي لا قلت ربي اي ما فما حتى مشكل ما فيها حتى شيء عيب اي اما الحقيقة لا. باش قلت كلمة راني بتاتر راجل بيكون مسؤول عليها في تونس الاسبيرونس ما تتبدلش. ما تتبدلش خويا. مريول هذاك ما يتبدلش. سعيد مكشخ للدم ما يمنع اي انا يعني من نلعب في سليبو سعيد قلت لك ملي كنت في السعيديه نحب الاسبيرونس فهمني دونك الحمد لله من بعد مكتوب هز لي الاسبيرونس الحقيقه لا فماش وقت حسيت روحك كنت تجي تلعب وما لعبتش شوف ما فماش جوار تقول لي انا ما كريش ندخل خاطر تحس روحك تنجم تعاون الكوره هي يعني قلت لك هي اكسيوم انا قلت كوره تنجم تجيب لك شامبيون كوره كونتر كوره ديفونس سيرفيس اي حاجه دونك تحس روحك تنجم تعاون علاش لا بقى شو هذيك ترجع لونترونور
ونحترموا الاشواء نتاعو بيان سور ما نناقشوش، اما ديما حاضرين راك تشوف على سيرفيس على اي حاجه الناس كل حاضره. فما كلمات البارح حتى سمعتهم حتى مواقع التواصل الاجتماعي على ممكن استقالة رئيس الفرع تنجم تكون الحقيقه ما نتصورش فهمتي. بون انا الحقيقه فيسبوك راني من شفتهم اكيد ريتها ريتها صحيح، اما لا ما نتصورش بون بليس خاطر ما فهمش علاش معناتها هز دوبلي ولا هذه الرابعه تو دو سويت ما نتصورش كان فما هو ملي رجع ظهر كل عام دوبلي الحمد لله الحمد لله حاجه باهيه. شنو تبدل مثلا ولا ما كنت انت كنت موجود من قبل ولا؟ اي موجود اي بيان سور. شنو تبدل مع شقيب بوسلام؟ والله ما تبدل شيء، الخدمه هي هي معناها متفاهمين وكل شيء معناها الامور مريقله. دونك ما بون كان فما حاجات انا بارازيت من برا نتصور معناها. مش من الاسبي من داخل الاسبيرونس. تصور ما عرفش كان مادام وصل ما عرفش انا صحيحه ولا غلطه. اما نتصور كان ما عرفش بالكش المسؤوليه خدمته عائلته كثرت عليه المسؤوليه وكيما نجموا راهو هاني قلت لك معناها الكلامات تقلق. ما نعرفش الحقيقه ما الخبر صحيح لا خاطر البارح ريت الارتيكل هذاك واليوم قريت الارتيكل الاخر اللي ما فهمش منها الحكايه. دونك ما فهمش كون يكتبوا في الفيسبوك ويعملوا واحد ولا اللي عبد ترى عبد يحبوا يكتبوا الباهي واللي ما يحبوش دونك يسبوه. يعطيك الصحة، شكرا لك غالي باش تفرج باش تفرج الماتش الفوت. شو تفرج اخويا نتبعوا الجماهير. شنو رايك ايمن في الكلمات؟ خلينا نسالك حتى على الفوت بون مش تكنيك السؤال، الكلام اللي تقال على مع انك ترشح المولدية ترجع تعرف تحكم في مصير المجموعة، والا تحب ما تقصد زمالك مثلا ترتاح منها على بكري؟ انا من رايي تقصد زمالك بالحق؟ اي والله مع تسيب تعادل معناها المولدية خاوة خاوة اخويا. لا لا تقصد زمالك يدي لك كوارج يا خويا تلعب على ربح الماتشات الكل وما يهمكش شكون يتعدى، يا اما باش تحب باش تهز البطوله تربح الناس الكل معناها. اي هي بيان سور. انت سالت لي على رايي الشخصي مانيش ما تونيش نحكي كجور معناها نحكي كمحب. انا توا كمحب معناها. طايح الزمالك ها؟ اي. اعطي خويا الجزيريه نتاعنا اخواتنا خويا ذوك. خاطر الزمالك من بعد تولي لك راه ماهيش كيب سهله معناها. تسلكها توا معاهم بعد يوليو خويا جنون. يعطيك الصحة، شكرا لك أيمن شرفتنا بحضرتك فيك، ما نتعودش عليك باش تفرج المقابلة. ميرسي بوكو، شكرا أيمن، يعطيك الصحة. مازلنا مواصلين في زون ميكس حتى الخمسة بتاع الشيء.